سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد. معكم طارق كما جرت العادة في الهميزات وفي العروض العقارية المختلفة، كما هو الشأن اليوم. جايب لكم واحد الهميزة اللي بصح كنا تنقلبوا عليها، جايب لكم شقق مساحة إجمالية تقريبا ديال 125 متر مربع. بشحال هادشي؟ بثمن ابتداء 49 مليون، نعم ابتداء ثمن ديال 49 مليون أعزائي المشاهدين. هاد العقار ديال اليوم كنوصفو لكم من مدينة مكناس، مدينة التنافسية الإيجابية في العقار. شوف معايا شقة كبيرة قداش، تمام ابتداء 49 مليون بالنسبة للطبق الثالث، وبالنسبة للطبق الثاني حاسبين 53 مليون، بقاو لهم فقط جوج ديال الشقق ولا جوج ديال الطوابق اللي بقاو لهم. المدخل الرئيسي للعقار عندي هو هذا، بالمحادثة ديالو كاينة شقة واحدة. الاختلاف البسيط اللي كاين ما بين هاد الشقق هادو هو في المطبخ ديالهم. بالنسبه للمدخل ديالي كنلقى عندي هاد الفاسك في الدخله، عندي مطبخ اللي هو عصري وبالباركون ديالو. الميزه بصح اللي تيقلب عليها الجميع هي هادي، صالون شقق التاش ولا صالون شحال كبير ما شاء الله، بديكورات اللي هي مختلفه، ديكورات اللي هي عصريه، سيجور قدامه، والحي واعر، حي راقي، حي ممتاز، حي اللي هو هادئ. كنهضروا على حي تلال بمدينة مكناس، أناقة بصح. ديكورات اللي كانت متناسقة وديكورات اللي كانت رفيعة في العقار ديال اليوم. شوفوا معايا مثلا غير الغرف، الغرف شحال كبار، هذه ما هي إلا الغرفة الأولى، راه ماشي هي الغرفة ديال الوالدين. ما شوفوا معايا الطول ديال هاد الغرفة هذه شحال، صدقوني بان هميزه ديال بصح اللي الثمن ديالها راه كيشد واحد التخفيض اللي هو كبير مقارنه مع السوق. مثلا عندي هنايا الحمام، شوف غير الحمامات شحال كبار، الحمام هذا الاول، عندي هنا مرحاض، وعندي هنايا الغرفه ديال الوالدين حتى هي بالحمام ديالها بجوج طوالات، ونزيدو شوف غرفه الوالدين حتى هي شحال كبيره، ارضيه اللي شبه خشبيه، ديك الايحاءات الخشبيه، بلاكارات كوليس، تبارك الله. عقار اللي ما كنتش كنتصوره، ما كنتش كنتسنى ان نلقى بهذه المساحه. بقاو لهم فقط شقق بالطبق الثالث، باقي لهم جوج شقق بالطبق الثاني. عندي هنايا الغرفة رقم ثلاثة، عقار جد جد ممتاز. كنتمنى أعزائي المشاهدين يكتب أحد منكم إن شاء الله، علاش لا، ذلك أطلب منكم المشاركة ديال هذا الفيديو مع الأهل، الأقارب، الأحباب، العائلة، ربما يكون شي واحد كيقلب على بحال هادشي وما عارف شنو يلقاه، لأن فعلا فعلا همزة، همزة اللي قليل بحالها. هذا هو العقار ديال اليوم، حاولت ما امكن اني ان الوصف يكون سريع، يكون خفيف، صالون سيجور، واحد لوول، كوزينه بالبالكون ديالها، وثلاث ديال الغرف الفينيسيون اللي كانت نموذجيه، فينيسيون اللي كانت ممتازه، وتا الغرف جاوا معزولين في بلاصه بوحديتهم. وعندنا المدخل ديال العقار اللي هو هذا، وكتفرق عندنا الشقه ديال ما هي هذه. نزيدكم بالنسبه للشميشه، جاي مشمش، عقار اللي جاي مشمش بالهدوء يعم المكان. كنقول لكم مع السلامة أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في عروض مقبلة، في عروض منافسة، عروض شيقة إن شاء الله عما قريب مع طارق.